بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا للسيد الرئيس المحترم، السيدات والسادة المستشارين المحترمين، شكرا لكم على طرح هذا السؤال الهام. في البداية بغيت نشير أن وزارة النقل تتولي عناية خاصة بهذه العملية، بعملية مرحبا، وتتعتبرها من بين الأولويات ديال البرنامج ديالها. في هذا الإطار الوزارة تعمل على توفير عرض كافي فيما يخص الخطوط ديال النقل البحرية والجوية وأيضا النقل الطرقي الدولي، من حيث عدد الرحلات، من حيث تنويع نقاط الانطلاق والعبور، وذلك عبر مواكبات شركة النقل المعنية بالعملية ومنحها تراخيص النقل اللازمة. قامت الوزارة بالإعداد والتحضير لهذه العملية منذ بداية السنة، وذلك بتنسيق مع جميع الهيئات بالطبع والمؤسسات المعنية بالعملية في بلادنا. في هذا الإطار قمنا بتعبئة عدد مهم من السفن على مستوى الخطوط البحرية اللي تتربط الموانئ المغربية بناظيراتها في أوروبا فيما يخص إسبانيا فرنسا وإيطاليا. السعة الإجمالية الأسبوعية غادي توصل فترتي الذروة اللي كاينة في الذهاب وفي الإياب ل 490 ألف مسافر و 135 ألف سيارة و 560 رحلة أسبوعية. على سبيل المثال خلال فترتي الذروة فمن المرتقب أن يوفر الخط البحري الأساسي والرئيسي اللي هو طنجة المتوسط الجزيرة الخضراء 45 رحلة يومية بساعة إجمالية تتفوق 40 ألف مسافر و 10 ألف سيارة. بالنسبة للنقل الجوي فالعرض أيضا سيوازي في سنة 2022 العرض اللي كان مقدم سنة 2019، حيث تم الترخيص ل 48 شركة النقل الجوي من بينها ثلاثة مغربيات، وغادي تنظم 1664 رحلة كمعدل أسبوعي، وتتوزع هذه الرحلات على 115 مطار في 46 بلاد في القارات الأربع، وأوروبا هي الوجهة الرئيسية ب 1409 رحلة أسبوعية، 85% تقريبا من الرحلات الإجمالية. وتتحرص جميع المصالح سواء المطارات أو الموانئ على تعبئة الطاقة ديالها بالتنسيق مع باقي الشركاء لتوفير أفضل الظروف لإنجاح عملية مرحبا 2022. وشكرا سيدي.